رمضان يا خير الشهور أتيتنا بالخير. 30 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنحييهم في رمضان. السنة بتاعت النهاردة بص هي عبارة عن كنز، هي عبارة عن فرصة، عبارة عن هدية، اعتبرها زي ما انت تعتبرها، بس بجد انت لازم تعملها، انت لازم تاخد بيها، انت لازم تنفذها. ازاي؟ تخلي ابواب الجنة التمانية يتفتحوا لك وتخش من الباب اللي انت عايزه كمان. يا عم ايه الكلام ده بجد، ولا انت بتهبد ولا بتقول ايه؟ لا والله مش بهبد ولا بعمل اي حاجة خالص. احنا كل كلامنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد الدليل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أنت متخيل بعد ما تتوضأ، بس كون أن أنت تتوضأ وتظبط وضوءك أوي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هتلاقي أبواب الجنة التمانية اتفتحوا لك وتخش من الباب اللي انت عايزه. والله العظيم ده خير كبير يا عم، والله ما تبقاش بخيل واعمل شير للفيديو، عشان كتير جدا مننا ما يعرفش الكلام دوت وهنضيع عليهم ثواب كبير جدا. والله أبواب الجنة التمانية انت متخيل، وتخش من الباب اللي انت عايزه كمان. اعمل شير للفيديو لعل اي حد يستفيد بالكلام ده كله، وانت هتبقى الكسبان. النبي بيقول لك الدال على الخير كفاعله، فانت اي حد هيعمل بالكلام ده كله عن طريقك انت هتاخد نفس اجره بالظبط. مش انا اللي بقول كده، والله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده. وما تنساش طبعا لو انت مش مشترك في القناه، روح على طول على اليوتيوب واشترك في القناه وفعل الجرس، عشان بكره ان شاء الله في السنه الجديده اللي هنحييها مع بعض يجي لك اشعار ان احنا نزلنا فيديو. اشوفك على خير ان شاء الله بكره باذن الله. السلام عليكم.